عزيزي المشاهد، يسعدنا أن تكون ضيفة حلقتنا النهاردة الفنانة التونسية النجمة مليحة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا هند، بحب برضه أقول مساء الخير للمشاهد العربي في كل مكان، ورمضان مبارك علينا جميعا إن شاء الله. طبعا احنا في برنامجنا النهارده بنناقش حاجه مهمه جدا، وهو الطبق المفضل بالنسبه للنجم. وقبل ما نتكلم عن الطبق المفضل بالنسبه للنجم، هنقول حاجه: هل من حق النجم ان يخوض تجربه المطبخ ويدخل ويعمل اكل وحاجات كده ولا لا؟ اه طبعا، اكيد اكيد. يعني هو النجم قبل اي حاجه هو يعني انسان طبيعي، يعني ان كان النجم يعني ست ولا رجل، فهو بالتالي يعني انسان طبيعي. وبالنسبه للست بعتقد انه طبيعي جدا انه يكون لها ميول للدخول المطبخ. الفنانه مليحه، ممكن تقولي لنا بقى اتعلمتي الطبيخ فين؟ واول مره طبختي فيها امتى؟ وكان ايه وبوظتي ايه بالظبط يعني؟ هو الطبيعي انه الست تتعلم الطبيخ في بيت اهلها، بس انا مش عارفه لحظي ولا لحسن حظي ما كانتش كده التجربه. يعني ياما يعني كانت امي بتزعل مني لانه كنت بدخل بتعتمد علي على حاجه وبفشل فيها، لانه كنت بحب اتحمل مسؤوليه كامله، فهي كانت بتقطع عليا وتخش، لما تخش بقى ببص كل حاجه. ففي البيت باختصار كنت فاشله في الحكايه دي، وطلعت من بيت اهلي يعني ما بعرفش حاجه في المطبخ خالص، بس بحكم تجربتي وسفري اضطريت انه انا اتحمل المسؤوليه، فكانت الحكايه اضطرار. وابتديت شويه شويه بقى اعتمد على نفسي، والاول ما كانش عندي الاستعداد للتذوق او لحب الحكايه دي، لانه انا بعتبر انه الطبيخ فن قبل اي حاجه، فما كانش عندي الاستعداد ده خالص، فكنت بعملها يعني الحكايه عشوائيا. وبعدين تعرفت بستات بيوت علموني يكون عندي الاستعداد للتذوق واحب المطبخ واحب الاطباق وكده، وكان ده مهم، فده خلاني بعدين انه انا ببقى ادخل المطبخ وانا سعيده وادور في الكتب على اكلات معينه اعملها، وشويه شويه يعني الحمد لله يعني بقيت اعرف كم طبخه كده. الف مبروك يا اخت عزيزه. طب عايزين نعرف اول طبخة عملتيها كانت ايه؟ وهل فشلت ولا نجحت ولا ايه بالظبط؟ انا بتذكر يعني كنت في سوريا وعملت، كنت فرحانة انه انا هطبخ، وعملت رز على الطريقة التونسية وسلطة، وكان عندي جيراني كانوا قبلها بيوم عزموني عندهم ودوقوني الاكل الشامي. طبعا يعني انتوا بتعرفوا ان الاكل الشامي يعني مشهور بالمزات والاكلات الشهية بتاعته، فيمكن كانت ثقتي زيادة على اللزوم، فقلت لهم بكرة هتتغدوا من ايدي. وعملت الرز مش عارفة ما جه حاجة تانية مش رز، فهم يعني كانوا خجلانين يقولوا لي ايه الطبخة دي، ما اكلوش غير السلطة، قالوا لي اسلم ايدك السلطة حلوة قوي، بس الاكل كانت فاشلة طبعا، بتذكر الحكاية دي قوي. طب قولي لي بقى افضل اكلة بتفضليها وتحبي تاكليها دايما وبالذات في رمضان؟ والله في اكلات كتيره، بس في رمضان بفضل الاكلات الخفيفه على اساس تبقى كويسه على المعده وما بتتعبش، يعني ما بترهقنيش ما بتتعبنيش، والاكلات الدسمه بفضلها في الايام العاديه يعني في الافطار. طب نقدر دلوقتي نشرح حاجه في برنامج طبق النجوم للجمهور؟ يعني تقترحي أكلة؟ لا قولي لي أكلة بس تكون تونسية. على فكرة أنا بس أحب أقول كلمتين على المطبخ التونسي. المطبخ التونسي مطبخ يعني متنوع وغني بأطباقه الشهية، ويمكن الخصوصية اللي في المطبخ التونسي إنه الأكل بتاعه أو الأطباق بتاعته مبهرة قوي. حد تقولوا انتوا مبهره يعني متبله قوي، سبايسي قوي، يعني فيها احنا بنقول حاره حاره
فبيغلب عليها النكهه دي انها بتكون بتلسع قوي. بتلسع ان احنا متعودين وبنحب يعني يعني مزاجنا في الاكل كده. بس ده لا يمنع انه اذا حد تاني من بلد تاني عاوز يعمل نفس الاطباق دي ب ب ب يعني ببهاراته هو كمان ممكن وبتطلع لذيذه. طبعا في المحاشي، في الملوخيه على الطريقه التونسيه ودي خاصه جدا. طب يا ريت بقى نشرحها للساده الجمهور. مش عارفه، انا سبق واكلت الملوخيه المصريه. الملوخيه المصريه يمكن فيها مرقه كتير عكس الملوخيه التونسيه. الملوخيه التونسيه مرقتها قليله ودسمه وتقعد يومين على النار، تنطبخ على النار يومين. ملوخيه. انا بس هقترح عليكم بعد اذنكم طبعا طبق سهل جدا واكله شعبيه تونسيه لذيذه انا شخصيا بحبها، وممكن تتعمل يعني في نص ساعه بالكثير او حتى اقل. اسمها تستيره بالتونسي، وهي تستيره او باللهجه التونسي كده بتنقال بسرعه تستيره بالطا، بس هي تستيره بالتاء. الاكله دي عباره على بطاطس مقليه زي ما انتم شايفين. ايوه والله الزهر انا هشتغل طباخ يا بنتي. وفلفل مقلي وطماطم مقليه وبيض مقلي بيتحط كده في الطبق. يا ريت تشرحي لي بقى يعني وحضرتك تعملي كل خطوه تشرحيها عشان ما ارتبكش بقى. ركز كده شويه يعني. ركزي براحتك. هنحط الاول الطماطم هنا في الطبق ونحاول نخرطها بالسكينتين دول. هي مش بستحكم. بتخرطوا كده كل حاجه من خرطها. هو مستحب يكون الفلفل الحامي بس الحامي او يبقى صغير. تعالي الاول لو كان معايا سكينه تانية كنت ساعدتك، لكن بقى معلش. انا اخد دي اشيلها. اشيل. ايوه لحظه بس. ايوه كده. احنا هنعمل بس طبق لشخصين. لشخصين بعدين يبقى الكميه بقى يتحكم فيها الشخص بنفسه يعني. مقدار الفلفل والطماطم والبطاطس على كيفه، الواحد يحط حسب برضو اعداد الناس اللي هتاكل من الطبق ده. طيب دي ايوه هشيلك على طول. خلاص بس كده. بس على فكره ده طبق سهل جدا يتعمل بسرعه. سهل ولذيذ. ده بقى البيض كمان. البيض ممكن نترك بيضه بس عشان نزين بعدين. نزين هو لسه هيتزين. طبعا الله، ما كل حاجه لازم. وهو في فن المطبخ يعني اهم حاجه في الاطباق انها يكون منظرها مشاهد يعني. فالزينه دي للطبق مهمه جدا يعني ممكن تكون الاكله لذيذه وكل حاجه، اذا مش يعني طريقه تقديمها مش جميل وفيه لمسه كده فنيه. تفتح النفس يعني. شويه. هي طبعا يعني ممكن نخرطها حتى اقل من كده. ده الحكايه دي مرتبطه بمزاج الواحد برضو. نقلب بقى على بعضه ولا بنسيبه كده؟ اقول لك لا طبعا كله هيتقلب على بعضه، بس انا ايه بخرطه. يا ريت بالشوكه هيكون اسهل. انتوا شايفين كل حاجه. ده اكيد بيعملوا الطبق معانا دلوقتي يعني. اكيد نزلوا جابوا المقادير والله. امال ايه.
ملح بقى؟ ايه لسه لسه. انا بعمل بزمة بقى. هو انا بشتغل بزمة دلوقتي. ده هيدخل الفرن ولا لا 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 لا؟ طب ما انا بقترح انه يدخل الفرن يعني عشان يبقى. لا هو كده كويس، هو مش محتاج فرن، هو كده كويس خلاص. بكفي تقالة يعني في النار، مش محتاج كمان يتصيد يعني. لا شكله حلو قوي، في احمر واخضر واصفر، شكله مفرح اكيد مشاهي. ايوه هنحط طبعا شوية ملح، هنحط شوية فلفل اسود. انا بساعدك انا عشان اتعلم يعني. بهار؟ هناخد بهار ولا كزبرة بالتونسي المفروض تبلو كروية، بما انه ما فيش فهي يعني كروية يعني قريبة كروية. ما فيش كراوي، كراوي حطينا كزبره اللي هي تابل يعني بالتونسي. المفروض الزيت اللي اتقلى فيه ناخد شويه منه. شوفي هتزيني لي بقى الطبق الحلو ده ازاي. بس عاوزه كده. جميل جميل. هاخد الاوسكار بقى. عاوزه بس احط يعني ببساطه تتحط البيضه هي. المفروض تكون احسن من كده. كده خلاص يعني. وممكن برضو يعني الزينه برضو حسب الاذواق، ممكن نحط شويه نعناع اخضر بيدي منظر جميل في لونه، وبرده ممكن برده فلفل حامي صغير مقلي ومحطوط كده على الجنب. يا سلام، تسلم ايديكي. عايزين بقى نسيبنا من الاكل شويه ونتكلم على حاجه تانية. طبعا كل فنان وكل فرد في المجتمع بيبقى ليه عادات وتقاليد خاصه بيه وطقوس بيعملها لنفسه اثناء شهر رمضان. انا عايزه اعرف الفنانه مليحه بتقضي شهر رمضان ازاي؟ والله يعني هقول لك حاجه، انه انا شخصيا بفضل رمضان اقضيه مع الاسره وفي جو كده رمضاني. ففي رايي انه يبقى جميل لما الواحد يكون محاوط باهله، وبعد الافطار بيقعد على التلفزيون يشاهد كل الاعمال الحلوه اللي بتطلع في شهر رمضان المبارك. ويزور الاقارب برضو. وفي تونس خصيصا شهر رمضان له نكهه خاصه. يتميز بسهراته الحلوه وحفلات كثيره بتقام، وتبقى الحياه يعني كلها اعياد يعني. انا شخصيا زي ما قلت لك بفضل انه اقضيه مع الاسره. بيت العز يا بيتنا، في حضانك جنينتنا. بيت العز يا بيتنا، في حضانك جنينتنا. بمحبه زرعناها، بمحبه سقيناها، بمحبه زرعناها، بمحبه سقيناها. كبرنا ويا يا حليل وحلوه فاكهتنا. يا بيت العز يا بيت يا بيت الفرح يا بيت. ايه اللي لفت نظرك في مصر ما شفتهوش في تونس في شهر رمضان؟ هقولك. يمكن الموائد اللي بتحصل بره في الشارع. ده مش موجود في تونس؟ لا اقولك. هي الفكره موجوده، بس يعني بيحصل صداقات كتير. طبعا كل الناس في تونس بتصدق، في بيطلعوا الزكاه على صحتهم، و يعني معروفه الحكايه دي في تونس. بس مش بالشكل الموجود عليه في مصر. يعني انا مثلا عجبتني قوي الحكايه، حسيت كانه كل شارع مصري بيت. فما وانت بتلفي كده بتتفتلي في الشارع بتحسي انه كل رواق وكل شارع بيت، بتلاقي موائد في يعني موائد في الشارع واكله، وكل انسان محتاج ممكن يتجه لاي مائده وياكل يعني، وموجود. والمائده يعني مش اكل يعني اكل زي اكل البيوت،
بتلاقي الشوربة والأكل المسبك ولحمة كل حاجة. فدي ظاهرة عجبتني جدا ولفتت انتباهي في مصر. انت واحنا بنحسد لك ونوصف لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان. طب دلوقتي احنا بقى يعني هننتقل لمحطة تانية، الفن. الفنانة مليحة، ايه اول اغنية عملتها وايه الاغنية اللي شهرتها في مصر جدا؟ هي طبعا لموني اللي غاروا مني، وبعتقد الناس تقريبا في كل الوطن العربي عرفوني بالاغنية دي. وعاوزة اقول برضو كلمتين على الاغنية. الاغنية دي من التراث او من الفولكلور التونسي البحت، وانا بعتبرها يعني احلى تكريم للفنان اللي عملها، اللي هو الاستاذ الهادي الجويني، وكان ملحنها وكان اول من غناها. انا كنت اول مطربة صغتها باسلوب عصري يتناغم مع ايقاع الزمن ده، وصورتها برضو تصوير بعتقد انه نال اعجاب المشاهد المصري، ويمكن ده برضو لسهل انها تكون قريبة من الودن المصرية. والحمد لله يعني نالت القبول والناس رددتها معايا. هي فعلا أغنية مشهورة جدا دلوقتي، وعايزين نسمع حتة كده. لموني. لموني عشان يفطروا هم يعني مبسوطين. طب نقول حاجة تانية ولموني نشوفها فيديو كليب، ايه رأيك؟ طب يعني حتة كده حتاية وبعدين ندخل على الجديد على طول. تقدري بقى تقولي لنا ايه اعمالك الجديده اللي هتقدميها للجمهور المصري والعربي كله؟ هو يمكن البومي الثاني هيتاخر شويه، بس انا عاوزه اوعد المشاهد العربي والمشاهد المصري انه هيكون ان شاء الله البوم بمستوى لموني واحلى. هيكون فيه نفس تقريبا الكوكتيل، هقول هيكون موجود عبق الروح التونسي، عبق الفولكلور التونسي او الروح التونسيه. بتقدمي حاجه لمصر ولا طبعا لكل مستمع؟ لا يعني بتقولي حاجه من حقول الكلمات المصريه والالحان المصريه طبعاً ولا كله طبعاً تونسي؟ لا 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 هتقدمي؟ لا يمكن هقدم اغنيه او اتنين تونسي يعني من نفس مستوى لموني. وبرضو هقول مصري طبعا، وانا بعتز انه انا هغني باللهجة المصرية، ومش هقول يعني اللهجة المصرية زي ما الناس عارفة كلها والمشاهد عارف انها لهجة اول حاجة سلسة، ولهجة لا تخلو من الاحساس وفيها ذوق كبير. الله. والى جانب انها يمكن اللهجة الوحيدة اللي ممكن توصل المطرب يعني تروجه يعني عربيا. اكيد عامله حاجه حلوه قوي، واكيد مش هتبخلي على الساده المشاهدين. انا ما بقدرش احكم يعني الحكم طبعا الجمهور. طب يا ريت نسمع حاجه. انا هقول حته صغيره من اغنيه كان الاستاذ صلاح الشرنوبي لحنها، وهي من كلمات وليد رزاقه، واسم الاغنيه اغراب. اغراب.
يا خساره لو كان معانا اله كانت ممكن تسلطني، بس معلش اعذروني انا صايمه. الصوت الجميل ده مش محتاج اله خالص يعني. اقول وبحس ان انت بعيد ويايا وقلبي وحيد، وبحس ان انت بعيد ويايا وقلبي وحيد، حتى وانت قريب مني بل المسافات بتزيد، وبحس ان انت بعيد ويايا وقلبي وحيد، حتى وانت قريب مني بل المسافات بتزيد، وان جيت وصدقت وعودك في غيابك زي وجودك، وان جيت وصدقت وعودك في غيابك زي وجودك، وبحس اننا اغراب، بحس اننا اغراب اغراب اغراب. الله، ايه الحاجات المشهوره ليكي قوي في تونس؟ اغاني وسجلتيها وصورتيها وحاجات كده. انا على فكره للايضاح عمري الفني صغير. عايزين نعرف برضو يعني تقريبا قد ايه عمرك الفني؟ اتفطمت في مصر الفني بس، احنا مش عايزين حاجه تانية. يعني لا يتجاوز 6 سنوات، وبالتالي فاعمالي الفنيه قليله، اللي هي البوم واحد اللي هو البوم لموني، وفيه 6 اغاني لموني اللي غاروا مني، وفي اغنيتين انا كاتبه كلماتهم لحناهم كمان. تلحين دي بتلحن؟ معقوله كلمات والحن؟ لا لا لا، ده كله بقى. طب نسمع حاجه منهم برضو يعني؟ مصره يعني؟ ده انا مصره النهارده لغايه المدفع ما يضرب. خلينا نشوفهم بقى احسن. طب قولي لي حتايه كده ليا انا، يعني حتايه انا معاكي، انا شوقتيني جدا للكلمات اللي انت كاتباها وللالحان اللي انت ملحناها. بعتقد انه موجوده في الخزينه ال موجوده يعني. طب نقول حته برضو حتايه كده. ممكن اقول يمكن اقول عيونك ليل. على مالك. وحبك ويل 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 صبر وليل، عيونك الليل ليل ليل طويل، حبك ويل 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 صبر وليل، والهوى ودي وجفا، والعيون هجر وحنين يا ليل، والهوى ودي وجفا، والعيون هجر وحنين، عيونك الليل ليل طويل، حبك ويل صبر وليل، عيونك الليل ليل طويل، حبك ويل صبر وليل، عيونك الليل. النجمة التونسية مليحة في برنامجكم طبق النجوم. مفيش غير عيلتين بس هم اللي يعرفوا يعملوه. بشكرك جدا على طبعا يعني كل اللي انت عملتيه والمجهود اللي قمت بيه النهارده، والسادة الجمهور اكيد بيشكروكي جدا، وياريت تقولي لهم كلمه كده وتعيتي عليهم. الله يخليك يا هند. انا الاول بشكر التلفزيون العربي اللي استضافني، وبشكر السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي،
وهقول للأمة العربية جماعة كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالصحة واليمن والبركات.